يلا. سمعيش من جوه الموضوع. أزمات كثيرة في العراق ومتعددة، الكهرباء، الماء، شحات المياه، عدم وجود المياه في مناطق وسط بغداد، هذه مشكلة حقيقية. السبب الرئيسي في ذلك هو الفساد، الفساد السياسي والمالي والإداري الذي يضرب أطناب المشهد العراقي، وفوق الفساد عدم التخطيط بشكل صحيح، عدم دراية من تمسك أو مسك زمام ملف التخطيط في العراق بالأمور اللي يجب أن يوفرها المواطن العراقي. بالتالي نرى هذه الإشكاليات، وتخيل أنه بغداد يعني هي التي تقف وتطفو على نهر دجلة لا يوجد فيها ماء. السبب قلة خبرة وقلة دراية بالعمل بتوفير الخدمات للمواطن، والفساد الذي يضرب أطناب المشهد، إضافة إلى العوامل الخارجية المتعددة. 18 سنة مي ماكو، كهرباء ماكو، كهرباء بالله يمكن تحملناها لأن هوكو بدائل مولدات وخطوط مولد، بس المي شلون؟ السبح شلون؟ مبردات شلون؟ التانكيات شلون؟ نسبح، نشرب، الأطفال، العجزة، يعني العالم وين تطوي وجهها؟ وإن إجا المي فالمي لعب 60 نفس أصفر على جوزي، رحمونا لك عم تدمرنا راح نموت. درجة الحرارة وصلت نصف الغليان، 50 درجة اليوم، احنا بعدنا 3 أشهر يلا يخلص هذا يخلص الصيف. حياتك اليومية أنت اعتمادك اعتماد 100% على المي، يعني من ناحية الاستحمام، من ناحية تنظيف المنزل، من ناحية هو صيف يعني أنت تحتاج المي بدرجة مو 100%، 200%، 300%. المي مقطوع، المي مقطوع، انت تقعد بالاربع الصبح، بالخمس الصبح، بالثلاث الصبح حتى تسحب لك مي، لا ماطور يفيد، لا بم يفيد، لا يعني تعتمد لا على البير، وتعرف مي البير مو صالح للشرب ولا صالح للاستحمام ولا صالح لاي شيء، فنتمنى ان تتعالج هاي المساله باقرب وقت ممكن.